حصل يوم 18 نوفمبر يوم الجمعة عشان وثيقة سلمي عشان البنك التاسع في العاشر. قررنا نعمل ظهر يوم الجمعة من الأخوان والسلفيين والأحزاب وكتبت السويس والدنيا الشعب السويس كله، وطلعنا يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة جمعنا كلنا. لينا تقسيمة غريبة، الإخوان واخدين جنب ورا السلفيين وعاملين نظام بقى حيطة بشرية، ايه تقسيمة من الإخوان والسلفيين والأحزاب لوحدها. هما راحوا المديرية واحنا فضلنا في المدينة الأربعين. الإخوان قالت يوم الساعة 4 احنا نخلص المزارة بتاعتنا واحنا نازلين على اعتصام نكمل الاعتصام. خلصوا خلال اليوم ده مفيش اي حاجة حصلت في السويس. يوم 19 اسمها الضرب في التحرير وناس من السويس اتضربت، ولا لما معانا الاخوان رفضوا النزول وحزب النور وحزب الوسط رفضوا النزول معانا. وقفنا هدفنا جد المشير جسد المشير جسد المشير، لقينا طوب اتحدف من ناحيتين الجيش بدأت ايه العملية تسخن. مجموعة نزلت تهدي الناس ومجموعة وقفت مع الجيش تهدي الموقف، وسمعنا ناس بتموت في التحرير. حصلت ورحنا جانا على خلصنا من المديرية جانا على مكان الخد قطعوا رفة الباية بتاعت الحزب الوطني ونزلوا على ميدان الأربعين. المجموعة بتاعت اسم الأربعين ضربت طوب على الاسم بتاعه وضربه والاسم ضرب نار بالآلي ومثير الدموع ده غريب الشكل مش ضرب يوم 25 ولا 24 ده اللي يشمه ويجيله حالة تسمم أو مرة يضرب. كنت يوم الأحد يوم 20 نوفمبر لو نزلت عند المحافظة كان في وقفة احتياجية قدام محافظة السويس، وقفنا نصور شوية أنا وزمايلي برضو معايا في الكاست معانا، وحصل ضرب تقريبا نار وضرب كلام مثير الدموع عند أمن الدولة. ما مرش يعني تقريبا بتاع 5 دقايق ولقيت في ناس بتجري كتير قوي، الشباب بقى بيجروا في الناحية المقابلة ليا يعني، فوقفت عادي برضو ما جريتش، وقفت أصور عادي وما حصلش أي مشكلة. بعديها بخمس دقايق تاني لقيت بقى الجيش جاي يجري طبعا علينا بصورة مرعبة جدا، وبيهتفوا بقى الله اكبر الله اكبر بقى وجايين يجروا بسرعه فظيعه. انا بصراحه خفت، قلت لازم ابعد عن المنطقه واجري بعيد عشان ايه ما يضربوش اي حد بالخطا يعني. كان في ميه في الارض واتزحلقت وقعت على وشي. عقبال طبعا قمت بقى وعدلت نفسي عشان احاول امشي، كان طبعا بقى قربوا مني جدا بقى الضباط شرطه عسكريه وعساكر الجيش. طلعت الكارنيه بتاعي ووريته للضابط الشرطه العسكريه ده، قلت له يا فندم انا صحفي في الاخبار وبصور يعني الاحداث. قال لي ماشي يا عم الصحفي، واخد مني الكارنيه ورمى على الارض وقال لي انزل على بطنك. وفي الوقت اللي بيقول لي انزل فيها على بطنك كان كل العساكر بقى بينزل فيها ضربه بالعصايه على دماغي. طبعا اول ضربه جت على دماغي في العصايه جابت لي طبعا قطع طولي هنا. التقرير بتاع مرفق الاسعاف قال ان هو القطع طوله 15 سم. يوم 21 سمعنا التحرير بيبهدل شارع محمد محمود ده، نزلوا تاني اهل السويس. من هنا بقى السلفيين حوطونا، دي أجندة قعدوا مع المحافظ حولونا مفيش حد يطلع في ميدان الأربعين حزب النور عشان أي حد يطلع لا دخلونا تاني. بقت إيه نظام أقول لك إيه تلقون علينا حيطة عشان نروحش ناحية المديرية. قعدت الحكاية دي 3 أيام لحد ايه كل واحد كل شكل ينزل يتكلم مع الناس كده حرام كده مش لا نفذوا اوامر الاجندة مع الشرطه مع الجيش. البدايه حزب الحريه والعداله وحزب النور ايام استفتاء وهم عاملين
اتفاقية مع بعض. جينا يوم الخميس فضوا الاعتصام الاثنين الاربعين صارفين بقى عدد ايه قريب جدا. احنا قلنا ايه ننزل ايه التحرير يوم الجمعة. نزلنا التحرير شاركنا هناك ساعة عملوا جدار العازل ورحنا هناك جينا ايه شباب مصر وقافلين الطريق شارع محمود. كان في مقدم هناك من الجيش هو اللي لحقني وقعدت اتكلم معه قلت له يا فندم انا يا سياده المقدم انا صحفي في الاخبار اسمي رجاء عبد الله فهمي وحصل معايا كذا كذا كذا. هو بصراحه راجل كتر خيره تطلعني من وسط الشباب وقال لي تعالى في ايه اللي حصل. قعدت احكي له طبعا الموضوع بالتفصيل. فضلت فعلا مستني وشايف طبعا بقى الشباب قدامي بقى نايمين على الارض على بطنهم بيكهربوهم بالصواعق كلهم ولمهم في مدرعات كلهم ومشوا. الوضع نفسه معامله الجيش نفسها للناس اتغيرت جدا عن الاول. اول ما الجيش نزل البلد كان الناس بيديهم ورد وبيحطوهم الاحضان وكان في فعلا الجيش المفترض الناس دي يعني اعتقد الجيش كله يعني كلهم مفترض من البلد كلهم من ابناء البلد. معاملتهم واحتكاكهم بالناس زاد قوي عن الاول وحتى عدى مستوى اللي كان بيتعامل بيه الشرطه الاول والاحتقان اللي كان بيتعامل بيه الشرطه الناس.